أهلا بكم مشاهدينا من جديد. نبدأ النشرة من الشأن المحلي، حيث أعلنت غرفة تجارة وصناعة البحرين عن توصلها إلى اتفاق نهائي مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بشأن تفعيل إلزامية الانضمام إلى عضوية الغرفة لجميع السجلات، وذلك اعتبارا من مطلع العام المقبل. ويتضمن النظام الجديد استحداث نظام إلكتروني جديد لربط تجديد السجل التجاري مع تحصيل رسوم عضوية الغرفة بشكل تلقائي، باعتبارها أحد متطلبات تجديد ترخيص ممارسة النشاط التجاري حسب ما نص عليه قانون الغرفة الصادر بمرسوم ملكي رقم 48 لسنة 2012. ومن المترقب مشاهدينا أن تقوم وزارة الصناعة باستقطاع 20% من إيرادات عضويات الغرفة المستحصلة بعد استحداثها لجهاز إداري ونظام محاسبي جديد لتجديد السجلات التجارية. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع مشاهدينا معنا عبر الهاتف عبد الحكيم الشمري، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين. مرحبا بك معنا في النشرة الاقتصادية. بداية أستاذ عبد الحكيم، ما هي تفاصيل هذا الاتفاق بين وزارة الصناعة وغرفة التجارة، ولماذا في هذا التوقيت بالذات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، نحييكم ومتابعين تلفزيون وإذاعة مملكة البحرين. وفيما يتعلق بالخبر الذي تعرضتم له بإلزامية عضوية غرفة تجارة وصناعة البحرين، فكما هو معروف بأن القانون قد صدر في عام 2012، إلا أن القيادة السياسية والفعاليات التجارية ارتأت تأجيل تطبيق هذا القانون إلى وقت لاحق، علما بأن إلزامية عضوية التجارة أمر معمول به في أغلب دول العالم ودول مجلس التعاون الخليجي على وجه الخصوص. نعم. ولم يطبق في مملكة البحرين إلا مؤخرا، نظرا لاستشعار الحكومة الموقرة إلى ضرورة انضواء جميع من يمارس العمل التجاري تحت مظلة غرفة التجارة كممثل رسمي ووحيد لهذا القطاع المهم والحيوي. نعم. وهل هناك أي تفاصيل لهذا الاتفاق من ناحية المبلغ اللي راح يندفع أو أي إجراءات أخرى للشركات المسجلة؟ حقيقة الرسوم التي تتقاضاها غرفة تجارة صناعة البحرين قد تكون في الغالب رسوم رمزية لا تمثل عبء كبير على أعضائها أو التجار، لأنها تدفع بشكل سنوي، وقد رأينا بأن من الأفضل أن تتم عملية تحصيل هذه الرسوم عبر الحكومة الإلكترونية وعبر بوابة وزارة التجارة والصناعة والسياحة، تسهيلا على المواطنين والقطاع الخاص، وأيضا حتى يحصلوا على هذه الخدمة بأقل يعني وقت ممكن وجهد. نعم. لا شك بأن هناك مصادر دخل لغرفة تجارة وصناعة البحرين لا تتوقف فقط على رسوم العضوية التي تستحصل بشكل سنوي، لكنها أيضا تغطي الخدمات التي تقدمها بشكل يومي غرفة التجارة لأعضائها من خلال الخدمات المتعلقة بالمصادقة على المستندات والتواقيع وكذلك الاجتماعات التي تضم القطاع الخاص المحلي والخارجي. كل تأكيد، لكن هذه الرسوم هل راح تطبق على الشركات الافتراضية، السجلات الافتراضية اللي راح تكون على مواقع التواصل الاجتماعي مثلا الانستغرام، فهل راح تطبق عليهم هذه الرسوم أيضا؟ لن يكون هناك استثناء، فكل من يحمل سجل تجاري سوف يكون مطلوب منه تسديد رسوم غرفة التجارة. نعم. عبر بوابة الحكومة الإلكترونية، نظرا لوجود خدمات كثيرة تقوم بها يعني غرفة تجارة وصناعة لتقديمها للتجار. ولا شك حقيقة أود أن أنوه بأن هناك مبالغ كبيرة تصرف من قبل غرفة تجارة وصناعة البحرين على تطوير القطاع الخاص، وعلى سبيل المثال لا الحاصل، فقد رصدت غرفة تجارة وصناعة البحرين مبلغ 3 ملايين دينار لتطوير سوق المنامة بالتعاون مع إدارة السياحة من خلال
تعاون وبروتوكول وقع وبمباركة ودعم من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد ولي العهد الأمين. كذلك ندعم كثير من المعارض التجارية في البحرين على سبيل تخفيض الرسوم للمشاركين من تجار البحرين لتشجيعهم على المشاركة في مثل هذه المعارض ودفعهم إلى الاتجاه إلى الأسواق الخارجية. تتكفل غرفة التجارة باستقطاب وفود تجارية من الخارج لكي يقابلهم الطرف البحريني. كذلك ترتب يعني وفود إلى الخارج وتتحمل كثير من مصاريف تلك لتنشيط طبعا هذا القطاع الحيوي في مملكة البحرين. طبعا بكل تأكيد نتمنى أن ينعكس هذا القرار إيجابا على الموارد المالية لبيت التجار. الأستاذ عبد الحكيم الشمري عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، شكرا جزيلا لك للمداخلة. مشاهدينا، في خبر محلي آخر، أعلنت مجموعة جي اف اتش المالية عن قيامها بالسداد المبكر لكامل التسهيلات التمويلية المشتركة البالغ قيمتها الإجمالية 300 مليون دولار والتي حصلت عليها المجموعة في عام 2006. وقد أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة جي اف اتش المالية هشام الرئيس مواصلة المجموعة المصرفية تعزيز الميزانية العمومية من خلال السداد المبكر لهذه التسهيلات، مما يعزز قدرة المجموعة على الالتزام في السداد في جميع الأوقات على الرغم من أوضاع السوق المليئة بالتحديات. يذكر أن هذه التسهيلات كانت مستحقة السداد على أقساط سنوية مع تاريخ استحقاق نهائي في يوليو 2018، حيث بادرت المجموعة مؤخرا بسداد 29 مليون دولار مقدما قبل حلول تاريخ الاستحقاق المحدد لها. طبعا مشاهدينا، نتيجة لنجاحها في سداد التزاماتها سيتم تحرير أصول مجموعة جي اف اتش التي كانت خاضعة للرهن بموجب هذه التسهيلات التمويلية، كما سيمكنها من تحقيق تدفقات نقدية تستخدمها في توسيع أنشطتها. ويشار كذلك إلى أن المجموعة نجحت على مدى الأعوام القليلة الماضية في تقليص حجم التزاماتها التمويلية التي تجاوزت قيمتها مليار دولار في عام 2008 لتصبح الآن بمقدار 112 مليون دولار مع معدل ديون مقابل الحقوق بنسبة 16% فقط. والآن مشاهدينا، نترككم مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية.